ندخل في الدعوة. أنت رحت المحكمة رفعت دعوة. طيب نبدأ من هنا، نقف عندي هنا. أول حاجة أنت بتتعلمها إن أنت بترفع دعوة. نقطة توضيحية بسيطة، نقطة توضيحية بسيطة. طبعا عشان الأمر ما يختلطش عليك، هو اسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية، زي ما وضح معالي النقيب. يعني مثلا ما تجيش تقول لي طب فين النيابة؟ طب فين المحامي العام؟ طب فين محاضر الشرطة؟ طب فين مش عارف كذا؟ الحاجات الخاصة بالإيه؟ بالجنائي. لا، الحاجات الخاصة بالجنائي لها قانون، قانون الإجراءات الجنائية، بينظم كافة الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية. طب قانون المرافعات بيعمل إيه؟ قانون المرافعات بينظم لك كافة المسائل المتعلقة بالمسائل الإيه؟ المدنية. وبعد كده بتاخد حاجة اسمها الاختصاص. الاختصاص ده في قانون المرافعات بيفض لك التشابك ما بين المسائل المتداخلة. ده اختصاص قضاء إداري، ده اختصاص القضاء العام، ده بعد كده جوه القضاء نفسه، القضاء المدني. عندك ده محكمة كلية، عندك ده محكمة جزئية، ده استئناف، ده كذا. ده قانون المرافعات اللي بيفض لك الايه؟ التشابك ده كله. لكن المسائل اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا عشان تبقى انت مستوعب احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على الاجراءات المدنيه، الاجراءات الايه؟ المدنيه اللي بينظمها قانون المرافعات. فبالتالي لما نتكلم عن الدعوه مش هنتكلم عن مثلا شروط الدعوه الجنائيه. واحد خبط واحد فتح، يروح يرفع يعمل له محضر عشان يعمل جنحة تحل المحكمه، جنايه، قتل، سرقه، الكلام ده كله ليها ايه؟ ليها اجراءات. احنا بنتكلم على القانون الايه؟ المدني، وان كان في بعض الحاجات متشابهه. طيب الدعوة، ايه هي الدعوة؟ الدعوة الوسيلة المتاحة بالنسبة، الوسيلة المتاحة بالنسبة للأفراد للحفاظ على حقوقهم والتعبير عن المطالبة بالحق. يعني النهاردة طول ما انت لسه ما رحتش المحكمة، طول ما انت لسه ما رفعتش دعوة قدام المحكمة، لا يمكن ان تدفع الاعتداء على هذا الحق. طب رحت المحكمة ارفع دعوة. نقول ببساطة شديدة، انت قاعد في مكتبك، راجل محترم، جه لك موكل بيقعد معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا عندي مشكله 1 2 3 4. طيب خلاص، بالنسبه للاتعاب مش هنتكلم فيها، انت وايه؟ انت وذوقك بقى، يعني شوف انت هتاخد كام؟ براحتك، مش هنتدخل في الموضوع ده. خد الاتعاب اللي انت عايزها. نتكلم بقى في القانون. هو جه لك وقعد معاك وقال لك موضوعنا 1 2 3 4، بس نصيحه، نصيحه، محدش يشتغل ببلاش. ونصيحه يعني خد الاتعاب، جزء من الاتعاب، لان ساعه الاتفاق والكلام الحلو بيبقى الكلام جميل جدا. بعد ما بتخلص الشغل وتعمل اللي عليه، انت بتقعد تجري ورا الموكل بتاعك عشان يديك الاتعاب. ولا بيجي تاني. ده لو جه اساسا. بس هيجي لك تاني في قضيه تانيه. على الله ان شاء الله. اتعب واتم. فانت خلي بالك من الجزئيه دي. ده هي سيره الفلوس بتعمل ايه؟ ده دول اللي بيدوروا على الموكلين. اللي بيدوروا على الموكلين مش لاقيين. ايوه بس موكلين عايزين شغل برضه يعني. طيب يعني مساله الاتعاب دي، مساله الاتعاب دي بقى خلي بالك منها. جاء الموكل واتفقت معاه، الدنيا كويسه والدنيا تمام. مش الموكل، مش الايه؟ الموكل بتاعك. انت قاعد بقى عايز تروح ترفع ايه؟ دعوه. اول حاجه لازم تعرفها، ايه هي شروط الدعوة؟ شرط الدعوة ايه؟ طب ايه نوع الدعوة اللي انا هرفعها للايه؟ للموكل اللي جاي لي ده؟ راجل جاي لمحامي بيقول له انا عندي مشكلة 1 2 3. بلازم اعرف نوع الدعوة اللي انا هرفعها، ولازم اعرف ايه شروط الدعوة. قانون المرافعات في المادة 3 قال لك والله انا هحط لك شروط لمين؟ للدعوة. قال لك لا تقبل اي دعوة، كما لا يقبل اي طلب او دفع. الطلبات والدفوع هنتكلم عليها بعدين. ناخد اول حاجه، لا تقبل اي دعوه كما لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه شخصيه ومباشره وقائمه. يكاد قانون المرافعات ان يجمع شروط الدعوه في شرط واحد، وهو شرط المصلحه. طب يعني ايه مصلحه؟ المصلحة ببساطة شديدة هي الفائدة العملية التي تعود على رفع الايه؟ الدعوة. هو أنا رايح أرفع دعوة ليه؟ علشان في مصلحة، المصلحة دي هتعود عليا.
والله ليه عندك 100,000 جنيه فبرفع دعوه عشان استرد الدين بتاعي. بنتخانق على حته ارض فبرفع دعوه عشان المحكمه تحكم لي بملكيتها. بنتنازع على مساله ايجار فبنرفع دعوه عشان اطرد المستاجر او علشان يدفع الاجره، ايا كان موضوع الدعوه. طب ما انت عندك المشاكل والموضوعات متنوعه ومتشعبه بصوره لا يمكن ان يتخيلها عقل. ازاي هقدر احط دعاوى لكل الكلام ده؟ قال لك لا، القانون بيسمي لك مجموعه من الايه؟ من الدعاوى، ولكن كل حق يتم الاعتداء عليه او كل شخص يريد الحفاظ على حقه عليه ان يلجا الى القضاء. لو انت مش عارف روح ارفع الدعوى، المحكمه هتوصف الايه؟ هتوصف لك. حتى لو انت اخطات في توصيف الدعوى المحكمه هتوصفها لك، اللي هي توصيف الطلبات. المحكمه ايه؟ بس انت كراجل محامي، المحاماه هي العمل الحقيقي للقانون، هي الورشه الفنيه العمليه فعليا للقانون. عشان كده تلاقي الجماعه بتوع اي قضاء الدوله اكتر الناس بحثا في ايه؟ بحثا في فروع القانون، لان هم محامين. هم مستشاري الدوله، ولكن في طبيعه العمل ذاته هو ايه؟ هو محامي. فانت المفروض كمحامي انت اللي تبحث وانت اللي تدور، مش عيب ان انت تسال ومش عيب ان انت تستشير، ولكن يجب ان تتعلم ان تبحث انت. مفيش فرق بينك وبين اي شخص اخر الا عن طريق البحث، الا عن طريق الايه؟ البحث. والشغل بقى اللي انت بتعمله بمحضر تديله فلوس مش عارف مين، الكلام ده كله لا مجال للحديث عنه دلوقتي. ايه هي الدعوه؟ الدعوه الوسيله لحمايه الحقوق، وتروح ترفع الدعوه شروطها المصلحه. طيب ايه هي المصلحه؟ الفائده العمليه اللي هتعود عليك. جاء المشرع وحدد لك اوصاف لهذه الايه؟ المصلحه. اوصاف لمين؟ مصلحة. بس مش مصلحتك انت كمحامي عشان ما تفهمش غلط، مصلحة اللي بيرفع الايه؟ الدعوة، اللي هو الموكل، اللي هو احنا بنسميه المدعي. ما اطراف الدعوة مدعي وايه؟ ومدعى عليه. المدعي بيرفع الدعوة فلا بد ان يكون له مصلحة، يعني فائدة عملية تعود عليه من رفع الايه؟ من رفع الدعوة. المصلحة اوصفها المشرع، قال لك والله مصلحة قانونية. يعني ايه مصلحة قانونية؟ سواء مصلحة مادية او ادبية. المصالح المادية معروفة متمثلة في مجموعة الحقوق المادية، الحاجات الملموسة، الأملاك، الفلوس، العقارات، المنقولات، المبالغ، كل دي اسمها إيه؟ مصالح مادية لو تم الاعتداء عليها. المصالح المعنوية أو المصالح الأدبية زي إيه؟ أنا والله كتبت كتاب مؤلف، مؤلف قانون ليه عليه حقين. الحق الأول هو حق مالي، ان انا من حقي ان انا ابيع الكتاب ده، ان انا استفيد من العائد بتاعه، ان مفيش حد ياخده ويروح يبيعه. الحق الثاني هو حق ادبي. حق ايه؟ ادبي. ان الكتاب اللي اتكتب ده او المقاله دي ايا كان، ده مجهود ذهني خالص لصاحب الايه؟ لصاحب المؤلف، فبالتالي لا يجب الاعتداء على هذا المجهود الذهني. لا يجب الاعتداء على ايه؟ على هذا المجهود الايه؟ المجهود الذهني. فبالتالي لو حد خد جزء من كتابه او سرقه او طبعه وبيبيعه، هو خد الحق المادي المعروف وخد الحق الايه؟ الادبي. يعني سيبك من ثلاث ارباع البوستات اللي بتتكتب على الفيسبوك، كل واحد بيجيب اي كلام ويكتب ايه؟ ما يكتبش اسم المؤلف الكلام ده او صاحب ابيات الشعر او صاحب المقاله، على اساس يعني الناس مش هتاخد بالها، وكله بيكتب وكله الدنيا يعني زيطة في بعضها وكله فوق بعض والدنيا. لا، المفروض الحفاظ على حق المؤلف هو ان انت ما تعتديش على الحق الادبي اي المجهود الذهني، وعندك دعاوى بتحمي حق المؤلف. ده كمثال، ولكن لابد ان تكون المصلحة القانونية مصلحة يقرها القانون، يعني مصلحة ايه؟ مشروعة. ما ينفعش تكون مصلحة غير ايه؟ غير مشروعة. يعني على سبيل المثال، واحدة جوزها بيشتغل مثلا عامل او بيشتغل في احدى شركات الدولة، مات، خبطته عربية، فبيرفع دعوة قدام بترفع دعوة قدام محكمة علشان خاطر تحصل على تعويض، بتطالب بالحق الادبي اللي هو كان العائل ليها، او كان ابنها فمات فبتطالب بايه؟ هو العائل الوحيد ليها. دي مصلحة مشروعة، لان العلاقة ايه؟ علاقة مشروعة. لكن مثلا على سبيل المثال ده، حتى خلي بالك في القانون الفرنسي، واحد ماشي مع واحده كده، يعني ماشيين مع بعض ايه كما يقال اللفظ، يعني عشيقته مثلا، اللي هو المشي مش يمين الناحيه الثانيه، بالظبط كده،
ماشي في الطريق عربيه ايه؟ عربيه خبطته، راحت رفعت ده واقعه حصلت امام القضاء الفرنسي، راحت رفعت دعوه قدام مين؟ قدام المحكمه. ده هو ده اللي كان بيصرف عليا، وهو اللي كان بيمنجهني، وكان مش عارف مين، وحاجات ثانيه ايه؟ لا داعي لذكرها. طيب انت عايزه ايه؟ انا عايزه تعويض، عايزه تعويض لانه كان العائد. طب هل العلاقه ده خد بالك القضاء الفرنسي، شوف رد القضاء الفرنسي، قال لك هل العلاقه كانت علاقه مشروعه؟ هي ليست علاقه ايه؟ مشروعه. اذا المصلحه، وهي بتوصف المصلحه، الحكم بيوصف المصلحه، قال ان المصلحه لابد ان تكون قانونيه، بمعنى ان يقرها القانون ويعترف بها، يقرها القانون وايه؟ ويعترف بها. هذه العلاقه علاقه غير مشروعه، لا يقرها القانون، فبالتالي رفع الدعوه خد عدم قبول، عدم قبول الايه؟ الدعوه. زي اتنين بيلعبوا مع بعض قمار، دي القمار بنلعب بكام مش عارف كذا، انت خسرت، رحت رفعت دعوه بالطالب، الطرف الاخر اللي هو المدعي عليه انه يدفع لك المبالغ اللي انت خسرتها في لعب القمار، المحكمه هتعمل ايه في الدعوه؟ هتقفل في وشك الباب زي ما قال معالي النقيب كده، هيقول لك عدم قبول الايه؟ الدعوه لانتفاء المصلحه. المصلحه الايه؟ المصلحه القانونيه، هذه مصلحه لا يقرها الايه؟ القانون. فبالتالي اول حاجه في المصلحه هي فكره الايه؟ فكره ان يقرها القانون. طب الشرط الثاني ايه؟ ان تكون مصلحه شخصيه ومباشره. يعني ايه شخصيه ومباشره؟ المصلحه الشخصيه والمباشره زمان قبل تعديل قانون المرافعات كان بيحط الشروط دي، يقول لك شرط المصلحه شرط الصفه. شرط الايه؟ الصفه. يعني ايه شرط الصفه؟ اللي هي بنسميها الشخصيه المباشره، يعني لابد ان تتوافر لك صفه في رفع الدعوه. ده غير المصلحه. غير المصلحه. يبقى المصلحه هي الفائده العمليه التي تعود على رفع الدعوه، اما الصفه فلابد ان تتوافر له صفه في رفع الايه؟ في رفع الدعوه. يعني انت مثلا عايز تمضي ورقه معينه، جيت لمحمد بيه قال لك لا والله ده انا مش ايه؟ ماليش صفه في التوقيع. انت تروح لمعالي النقيب ايه؟ استاذ حسين، لان هو المختص. الكل في الكل. او هو الكل في الكل. ايوه. اذا الصفه، طب ما تدينا مثال، مثال بسيط جدا، واحد متجوز اثنين، واحده قديمه وواحده جديده، معلش هو الحاجه حكمت يعني. وبعدين مخلف من القديمه ثلاث اربع اولاد. ومخلف من الجديده ايه؟ عيل واحد يا عيني. فالجديده راحت قعدت توشوش في دماغه وتضغط عليه وبتقول له ايه؟ اكتب للواد ده مش عارف من املاكك كذا وكذا وكذا وكذا. ده اخواته هياكلوه لما انت تموت. قال لها لا ورفض. فراحت رفعت دعوه قدام المحكمه بالطالب بجزء من املاك زوجها خوفا من عدم التوزيع العادل للميراث. لان جوزها رفض، المحكمه عملت ايه؟ قالت لك عدم ايه؟ عدم قبول. لان الدعوه دي الميراث نفسه لا يوزع الا بعد الايه؟ بعد الوفاه. الا بعد الوفاه. هو عايز يكتب كل، طول ما هو على قيد الحياه اكتب زي ما انت عايز براحتك. خلي بالك تصرفات قانونيه صحيحه. هناك وسائل بقى انت ممكن تدفع بيها للغبن، لعدم تناسب السعر، في احكام قضائيه بتتكلم عن كده، العلاقه الادبيه ما بين الاب وابنه، البنت وامها، الكلام ده، ولكن التصرف القانوني في ذاته ايه؟ صحيح. هنا الدعوه خدت عدم قبول ليه؟ لان ملهاش صفه في رفع الايه؟ الدعوه. علشان كده احنا بنقول في فرق ما بين رفض الدعوه وعدم قبول الدعوه. يعني الماده 3 من قانون المرافعات قالت ايه؟ قالت لا تقبل أي دعوة، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع كذا، يعني الفقرة الثانية، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول، بعدم الإيه؟ القبول، في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليه. الفقرة الثالثة، وتقضي المحكمة بإيه؟ بعدم القبول. طب ليه المحكمة ما قالتش وتقضي، ليه المشرع ما قالش وتقضي برفض الايه؟ الدعوة.